ندعو المتسابق محمد البشير جوف من دار الأرقام ويقرأ برواية حفص عن عاصم محمد البشير جوف من جدول 85 2008 من جدوج تواون في دار ونيو مسجد النور سيري أسمان جوف. محمد البشير جوف. جالون برومير بلاص اا حفص في غراند بري الحاج مالك سي ان 2022 اقرا قول الله تعالى قل آمنا بالله وما انزل علينا وما على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين حسب. يقرأ قول الله تعالى ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۗ ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار له فيها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار له فيها لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك وما ظلمناهم ولكن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ وما ظلمهم الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اقرا قول الله تعالى واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم Kalau ajit tanah lihat fikar, kalau ajit tanah lihat fikar nak, kalau ajit tanah lihat fikar nak. لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا فأتنا ب قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مك مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون "ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون" فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون